السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع الإخوان، كنتمنى لكم التوفيق. الإخوان واحد الموضوع بغيت نزيد معكم على طريقة تجهيز الوقاية وفيها كل شيء اللي مدخل فيها شحال من حاجة. الإخوان هذه زرع الشوك اللي كنت تعشقها المقلي، كنكون نبيتها في الماء ومع الصباح كنشدها وكنشفها كنعصرها. هاي زرع الشوك كنشدها وكنديرها في الإناء. شوف انت على قد طيور عندك، انا عندي طيور كثيره، كندير انا نص كيلو. يلا كدي ليا يومين ولا ثلاث ايام كاع على هذه زرعة الشوك، وكنشد الكركم انا عابر داكشي اللي كيقدمو. هذا سكين جبير الزنجبيل كي يقولوا في الدول العربية، وهذا زيت الزيتون كيكون مرقد فيه الثوم، مرقد فيه دابا واحد تقريبا واحد الشهر دابا. او كنخلط معاه واحد شويه باش تتجانس مع زرعة الشوك. صافي كنبدا نخلط. حاول تخلطو مزيان باش كيدخل مع الزيت الزيتون وهاد المكونات اللي خلطت معاهم. وراه طريقة زوينة الإخوان، فيها وقاية، فيها التجهيز، فيها كل شيء. المقلي راه كيعشق هاد البذور هاد زرعة الشوك. شوية صافي الاخوان، وكنقدموها للطيور تمتم، نخلوها حتى تنشف. صافي قدمها تمتم هاد البلاصه هادي كي هاودي ليها موالفين كنعطيهم فيها هاد زرعة الشوك. واللي شاف هذا الفيديو يقول ما شاء الله.